بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالإخوة الكرام إلى السنة الثانية باك علوم اقتصادية لونغانيزاسيون دي زونتربريز، إذا تنظيم الشركات أو المقاولات. إذا لا بروميير بارتي استراتيجي اي كروسونس، استراتيجي اي كروسونس، الاستراتيجية هو اي كروسونس، الفعل اللي عنده علاقة بشنو هو كخواتر سالوفير كخواتر. طبعا تنتمي للمجموعة الثالثة كابارتي ا لا تخوزيام جروب، اذا ينتمي الى المجموعة الثالثة. تنعرفوا حنا المجموعة الاولى ديال الافعال بحال بارلي بحال مونجي بحال كاع الافعال اللي عندها او ار بحال بارلي بحال مونجي بحال ديسكوتي بحال مارشي بحال مونطي الى غير ذلك، كلهم افعال تنتهي ب او ار، هادو تنتميو للمجموعة الاولى باستثناء فعل واحد تنتهي ب او ار وما تنتميش لهاد المجموعة. شنو هو الفعل اللي عنده او ار وما تنتميش لهاد المجموعة الاولى؟ سلو فيرب الي، اليكسيبسيون دو فيرب الي. علاش؟ لانه ملي تبداو نصرفوا فيه تيتغير، ما تيبقاش يحافظ على لغة ديكال ديالو، فهمتوا ولا؟ اذا نقول جو في، تو فا، ايل فا، ثم نقول نوزالون، فوزالي، ايل فون، ايل فون، فهمتوا ولا؟ اذا كما تشوف تيتلون. ملي تمشيو للفيتور سامبل نقول جيغي، tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront, ils iront. إذن هم سيذهبون. إذن كما تنشوف أن الverb aller كما نقول بأنه لا علاقة له بهذه اللغة الديكال التي يعطينا في le futur simple. فهمت ولا؟ بينما الأفعال الأخرى بحال دابا marcher نقول مثلا je marcherai، أنا سأذهب، تنحافظوا على ذلك اللغة الديكال. فهمت ولا؟ إذن هذا الفعل هذا تنتمي للمجموعة الأولى، عنده على ف ولكن تحافظ على اللغة الديكال ديالو. Je marcherai, tu marcheras, il marchera, nous marcherons, vous marcherez, ils marcheront. نحن سنمشي. مثلا le verbe aller, je parlerai, tu parleras, il parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. إذن هم سيتكلمون. أما في البريزون نقول je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, ils parlent. إذن كما تشوف بأن الفعل تيحافظ على اللغة ديكال ديالو، فهمتوا ولا لا؟ باستثناء le verbe aller ما تحافظش على اللغة ديكال ديالو. اللغة ديكال يعني هذوك الحروف اللي ما تتغيروش في الفعل. تنقدروا نزيدو لي تيرمينيزون، نغيروهم لحساب الضمائر لحساب الأزمنة، ولكن اللغة ديكال تبقى هو اللغة ديكال. إذا طبعا لو فيرب الي لا، هذا علاش لو فيرب الي نقلناه للمجموعة الثالثة رغم أنه تنتهي بأو إغ. أفعال أخرى كلها اللي عندها أو إغ تتنتمي للمجموعة الأولى باستثناء هذا لو فيرب الي. كونسيرنون لي فيرب كي أبارتيان و دوزيام جروب، اذا شنو هما لي كونديسيون باش يكون عندنا واحد الافعال تنتمي للمجموعه الثانيه؟ شنو خاصو يكون عندنا؟ اي ار، خاصها تكون عندنا اي ار، ولكن راه كاين افعال عندها اي ار تنتمي للمجموعه الثالثه. باغ اكزومبل لو فيرب بارتير، باغ اكزومبل لو فيرب بارتير، ها هو عندو اي ار ولكن تنتمي للمجموعه الثالثه. اذا طبعا تيبقى لنا الشرط الثاني وهو ان تحقق لنا اي سون، تنسمعوا هذوك دو زيس مثلا في البريزون. الا خدينا لو فيرب فينير نقول مثلا جو فيني، تو فيني، إل فيني، نو فينيسون، فو فينيسي، إل فينيس. اذا طبعا هذيك نو فينيسون، فو فينيسي، إل فينيس، اذا تنسمع دو زيس. حتى في لامبارفي نقول جو فينيسي، انا كنت انتهي مثلا، تنسمعوا هاد دو زيس. بالنسبه لو فيرب بارتير عنده اي ار على ف ولكن ما تحققش لنا دو زيس. نقول مثلا Nous partons. نقولناش هنا نو بارتيسون، فو بارتي، إل بارت. إذا طبعا ما حققش لنا دو زاس، إذا طبعا تنهزوه نديوه للمجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة تضم كاع الأفعال اللي ما تتنتميش للمجموعة الأولى، ما تتنتميش للمجموعة الثانية، فهمت ولا؟ إذا تناخذو المجموعة الثالثة. إذا على كل حال هنا عندنا لا بروميير بارتي، الجزء الأول، استراتيجي إي كخواسونس. إذا عندنا الاستراتيجية و إلا كخواسونس، طبعا لا كخواسونس المقصود به النمو، النمو. إذا لو فيرب كخواتخ المقصود به نما، لو فيرب كخواتخ المقصود به فعل نما. شابيتخ أه، شابيتخ أه، هاد الجزء الأول. إذا عندنا نوسيون دو ستراتيجي، شنو هي نوسيون دو ستراتيجي؟ مفهوم الاستراتيجية، نيسيسيتي دون ستراتيجي بور لونتربريز، نيسيسيتي دون ستراتيجي بور لونتربريز. نقول عن شيء يبان نيسيسير، لو اي نيسيسير بور لا في، اساسي، اساسي ضروري، يعني نيسيسيتي مقصود به ضروره.
une stratégie pour l'entreprise. إذا نتكلم عن ضرورة استراتيجية بالنسبة للشركة أو للمقاولة. إذا خاص أي شركة أو أي أونتربريز كيف ما يكون ضروري تكون عنده استراتيجية. إذا ما كانش عنده استراتيجية غادي يمشي بحاله. الحمد لله. لأن غادي يدخل واحد الدومين فيه منافسة في جميع الطرق ديال اكتساح السوق. الحمد لله. إذا خاص تكون عنده واحد استراتيجية واضحة باش يقدر ينجح. إذا لا نيسيسيتي دون استراتيجي بور لونتربريز. إذا نتكلم عن ضرورة استراتيجية بالنسبة للشركة. ميزون سيتياسيون نيميرو 1. إذا ميزون سيتياسيون، إذا كما نقول الوضع في الحالة، المقصود هنا بأننا سنضع القارئ في واحد الوضعية باش يعرف علاش غنتكلمو. الحمد لله. ميز اون سيتياسيون، طبعا لا سيتياسيون مقصود بها الوضعية. هنا ميز تنتكلمو على واحد الصيغة ديال الفعل ميتر، يعني أنك تضع، كما نقول أنك تضع في واحد الوضعية. الحمد لله. تضع شخص في واحد الصورة. دوكيمون نيميرو 1، إذا نتكلم عن الوثيقة رقم واحد. لا نيسيسيتي دو ليلابوغاسيون دون استراتيجي بور لونتربريز. ضرورة اش ليلابوغاسيون تجي من فعل إلابوغي. بريباراسيون تدبير، أنك تهيئ. إذا نتكلم عن تهيئ، نتكلم هنا عن تهيئ. لا نيسيسيتي دو ليلابوغاسيون دون استراتيجي بور لونتربريز. إنشاء واحد الشركة، الناس اللي مسؤولين عليها ضروري خاصهم، ضروري خاصهم يوضعوا شنو؟ واحد استراتيجية لهاد الشركة. لا نيسيسيتي دو ليلابوغاسيون دون استراتيجي بور لونتربريز. إذا ضرورة كما نقول إنشاء استراتيجية للشركة أو للمقاولة. ضرورة تمهيد أو ضرورة تهيئ واحد استراتيجية للشركة. بوغ كيل بويس، شنو المقصود بهنا؟ بوغ كيل بويس فيغ فاس أو ديفي دو سون أنفيرونمون. Pour qu'il puisse faire face aux défis de son environnement. Pour qu'il puisse. لكي تستطيع. شنو puisse. شنو الفعل هذا. Pouvoir. C'est le verbe pouvoir. فعل استطاع. Pour qu'il puisse. لكي تستطيع. طبعا الفعل من تيجي مورا كو. Le subjonctif présent. أنه تعطينا هذه الصيغة. قدرة هي puissance. La puissance القدرة. إذا pour qu'il puisse. لكي يستطيع. إذا طبعا نقول مثلا pour qu'il soit. لكي يكون. هنا عندنا le verbe être. نقول بور كيل سوا، لكي يكون. إذا كما تنشوفوا عندنا هاد كو تتبع الفعل. طبعا هذه الصيغة من الصياغ ديال الأفعال اللي تياخدها مع لو سيبجونكتيف بريزون، تتكون فيها هاد كو. بور كو ممكن أن تجي على شكل لكي، وممكن أن تجي مثلا أن، ممكن أن تجي على صيغة أن. كو جو سوا، أن أكون مثلا، فهمت ولا؟ إذا الحساب، الحساب فين غيتوضع هاد الفعل. إذن pour qu'il puisse لكي تستطيع، نتكلم هنا عن المقاولة، faire face أن تعمل صدا، كما نقول أن تعمل صدا، المقصود هنا لكي تواجه، لكي تواجه pour qu'il puisse faire face، لكي تستطيع مواجهة. عندنا هنا au défi، شنو هما لي défi؟ تحديات au défi. إذن pour qu'il puisse faire face au défi، لكي تستطيع مواجهة التحديات. تحديات ماذا؟ دو سون انفيرونمون، تحديات بيئتها. تنتكلم على واحد الشركة هي موجودة في واحد البلاصة، مادام أنها موجودة في واحد البلاصة أكيد كاين حداها اللي تنافسها. إذا نتكلم على البيئة ديالها، فين موجودة هذيك الشركة؟ موجودة في فرنسا؟ ماشي هي موجودة في إفريقيا؟ ماشي هي موجودة في أمريكا؟ إذا في كل مكان مكان، على حساب كل بيئة بيئة، هاد الشركة غتصرف على حساب ما يحيط بها. إذا عندنا مثلا فورت كونكيرونس. لا كونكيرونس شنو المقصود بها؟ المقصود المنافسة. تجي من فعل كونكيرير. كونكيرير فورت كونكيرونس، شنو المقصود بهذا الكلام؟ منافسة قوية. إذا عندما نتكلم عن بور كيل بويس فير فاس أو ديفي دو سون أنفيرونمون، إذا المقصود بها هنا لكي تستطيع مواجهة التحديات. لكي تستطيع مواجهة التحديات بيئتها، شنو هما التحديات اللي كاينه؟ كاينه فورت كونكيرونس، اذا عندنا منافسه قويه. شكون اللي غيدير هذه المنافسه القويه؟ اونتربريز. لي زوتر اونتربريز كي اكزيست ا سون اونتوراج، التي توجد في محيطها. ثم عندنا بروغري تكنيك. شنو هو البروغري تكنيك؟ بروغري تكنيك، بروغري، بروغري نتكلم على لو فيرب بروغريسي، يعني فعل تقدم. بروغري تكنيك التقدم التقني. شنو المقصود بالتقدم التقني؟ شركة تستعمل واحد الأدوات تترجع لهذه العشرين عام،
كاين شركات اخرين تعتمدوا على اخر ما كاين في التقنيات، من حيث لا جيستيون، من حيث لي ماشين، من حيث بزاف ديال المعطيات، فهمتوا ولا لا؟ بروغري تكنيك. اذا نتكلم عن هاد المساله، اذا طبعا الشركات اللي تعتمد على اخر ما كاين طبعا غيكون عندها السبق في مجموعه ديال المعطيات، ممكن انها تكتسح السوق، ممكن انها تستعمل اذاعات، ممكن انها تستعمل طرق اخرى خاصه بالهواتف مثلا الى غير ذلك للوصول الى اكبر قدر من الزبناء. اذا نتكلم عن بروغري تكنيك، اذا نتكلم هنا طبعا عن تقنيات التواصل، تقنيات الانتاج، تقنيات التسيير. اذا كل الامور انها تدخل في هاد لو بروغري تكنيك، فهمتوا ولا؟ ثم مونداليزاسيون، شنو نقصد بها؟ اذا نتكلم على العولمه، شنو نقصد بالعولمه؟ عندما نتكلم على مونداليزاسيون شنو نقصد بها؟ تيولوا شركات اخرين تيجي يبيعوا عندك المنتوجات ديالهم. بحال دابا الصين ولات تكتسح بزاف ديال المواقع، مع العلم بان الغرب هو اللي روج لمساله العولمه. تكلم على العولمه، تنذكروا كنا المؤتمر ديال الكاط اللي وقع في مراكش، كانت تتمهد لا مونداليزاسيون، انت تفتح الحدود ديالك للسلعه ديالي وانا نفتح الحدود ديالي للسلعه ديالك. طبعا هاد الدول الغربيه طبعا ما قاموا بهذه المساله حتى عندهم تقدم تقني في هذا المجال، هذا السلع ديالهم غتكتسح الدول الاخرى، وهذيك الشركات الموجوده بالدول ديال العالم الثالث طبعا الدول ديالهم على قد الحال، اذا طبعا الشركات ديالهم غادي يستمروا امام المنافسه ديال هاد السلع اللي تدخل من برا. مثلا حنا عندنا في المغرب الا شفنا مثلا السلعه ديال الصبليون اللي تدخل عندنا، طبعا الا خلينا تدخل غتهرس كاع السلعه ديال الشركات اللي عندنا في المغرب، فهمتوا ولا لا؟ هاد الشركات ما بقاش يبيعوا هاد السلعه، شنو غيوقع لهم؟ غيخرجوا العمال، والعمال اللي خرجوا شنو؟ ما يبقاوش يشريو، تكثر البطاله، غتكثر البطاله، حتى غتوقع عندنا ازمات، فهمتوا ولا لا؟ اذا هنا تنتكلموا على لا مونداليزاسيون، الشركات باش ينافسوا الشركات ديال برا، باش ينافسوا السلع اللي تدخل من برا، شنو خاصهم يعملوا؟ خاصهم يطوروا من لي ماشين ديالهم، يطوروا من طرق ديال معالجه بزاف ديال الاشياء، من لا بروديكسيون، من التواصل، من مثلا انك تكتسح اسواق اخرى، انك تعتمد على دوطخ ماشين مثلا انوفونت سوفيستيكي، انها تكون جد متطوره الى غير ذلك، فهمتوا ولا لا؟ اذا طبعا هاد لا مونداليزاسيون هي واحده من التحديات بالنسبه للشركات، فهمتوا ولا لا؟ اي شركه ضروري خاصها دير الاستراتيجيه ديالها وتاخذ بعين الاعتبار هاد المواضيع، فورت كونكيرونس، بروغري تكنيك، مونداليزاسيون، ثم شنو؟ شونجمون كليماتيك. شونجمون كليماتيك شنو نقصد بهذا الكلام؟ شونجمون كليماتيك، اذا نتكلم عن التغيير المناخي. طبعا شنو نقصد بهذا التغيير المناخي؟ شنو هما التحديات اللي غيشكلها التغيير المناخي على الشركات؟ اذا كاين شركات تيقولوا لهم ما خاصكمش تطلقوا الغاز، بحال اللي وقع دابا في الدول الكبرى بحال امريكا بحال الصين. طبعا هادو تيستافدوا كثير بتدمير المناخ، انهم تيساهموا كثير في الاحتباس الحراري، ولكن هما باش يكتسحوا السوق تتكون عندهم كثير من تسريب الغازات، هذوك المعامل ديالهم تيطلقوا بزاف ديال الغازات. من اجل ماذا؟ لانهم ما تابعين غير الصناعه، باش يصدروا لدول اخرى وباش يكتسحوا مجالات اخرى. طبعا بالنسبه للدول الضعيفه تفرضوا عليها انها تنقص من الغازات، رغم ان الغازات فيها في الحقيقه محدوده. على كل حال تبقى التحدي هذا بالنسبه لاي شركه على حسب النشاط ديالها طبعا. اذا هي طبعا خاصها تاخذ بعين الاعتبار هذا لو شونجمون كليماتيك، كيفاش يمكن لها تواجهه؟ ما خصهاش تطلق الغازات، واش عندها شي تقنيات مثلا تنقص من ديك الغازات اللي عندها؟ هادشي اللي حقيقه ولا يوقع عند مجموعه من الشركات، الشركات المتطوره مثلا اللي تطلق الغازات، انها ولات تحاول تلقى حلول لهاد الغازات، كيفاش انها ما تخليهاش تمشي بالجو. ثم عندنا بروبليم دينيرجي، بروبليم دينيرجي مشاكل طاقيه، مشاكل الطاقه. بحالاش؟ بحال اللي واقع الان تنشوف بان البترول طالع في الثمن ديالو، هاد المشاكل ديال الطاقه انها تتلعب واحد الدور كبير فرفع الاثمنه، وإذا ترفعت الاثمنه شنو غيوقع؟ ما غتبقاش عند الشركه قدره ديال التصدير، منافسه، قدره ديال المنافسه. علاش؟ لان هاد المحروقات اللي غتشري باش غتستعملها مثلا في الانتاج ديالها، او مثلا الا كانت غتستعمل الكهرباء، طبعا الكهرباء كما تنعرفوا ممكن انه يجي من السدود، وممكن انه يجي ايضا من بعض شبه المعامل كما نقول، انها تتصدر فقط طاقه، انها تاخذ المحروقات من برا وتستعملها في هاد لي ماشين اللي عندها باش تخرجها على شكل كهرباء. الكهرباء طبعا غتكون الفاتوره ديالو حتى هي طالعه من حيث الاثمنه، وبالتالي هاد الشركه اللي غتخلص هاد الفاتوره مرتفعه شيئا ما، حتى الاثمنه ديال السلع ديالها غتكون طالعه بالمقابل. اذا نتكلم عن بروبليم دينيرجي، اذا اي شركه يلاه تصيبات، اذا اكيد خاصها دير الاستراتيجيه ديالها، خاصها دير الخطه ديالها. استراتيجيه نقصد بها الخطه،
كيفاش يمكن لي ان نتجاوز التحديات اللي تكلمنا عليهم الان؟ كاين فورت كونكورونس، بروغري تكنيك، مونداليزاسيون، شانجمون كليماتيك، بروبليم دينيرجي. Et pour assurer sa survie et son développement dans un univers concurrentiel et changeant qui exige des adaptations et des innovations. Et pour assurer sa survie. Ou les qui tout amina sa survie. C'est la survie. Il y a une vie, comme on dit. Comme on dit la vie. Ou les qui tout amina sa survie. Les qui tout amina sa survie. On parle de la survie. La survie. إذا المقصود به أنك تبقى على قيد الحياة. إذا حتى تؤمن هذا البقاء ديال على قيد الحياة، إي سون ديفلوبمون، ثم تطورها. طبعا الشركة أول حاجة خاصها تفكر فيها طبعا شنو؟ خاصة في الأزمات، عندما تكون هناك أزمات، خاص أول حاجة، الشركة خاصها تفكر فيها أنها تبقى حية، تبقى عايشة، واخا ما تربح والو، تخلص مثلا الفواتير ديالها. تخلص الطاقة، تخلص الماتيار بخوميير، تخلص لزوفغي، لفونكسيونير، اتسترا اتسترا، ولكن تتبقى محافظة على لا سورفي ديالها، ولكن على أساس أن ملي غتجي الفرصة تتكون عندها واحد التطور. إذا هنا عندنا إي بوغ أسيغي سا سورفي إي سون ديفلوبمون، إذا حتى تحافظ أو حتى تؤمن كما عندنا هنا سا سورفي لتبقى على قيد الحياة أو عيشها كما نقول. Et son développement, tout ma tatawara, inda ma tutah la alfursa, dans un univers, sinon l'univers. L'univers, ou l'kaun. Ou l'akin, on a mishin maqsoud bi l'kaun. Ou l'akin, maqsoud bi, on a l'bi'a. Tan nakhdoa ala shakl, ka anna kaun. Femzi, dans un univers concurrentiel. Kamam naqul fi kaunin tanafusi. Ida nitkalam huna an bi'a tanafusiya. Ida nitkalam huna an wujud had sharika, ou wujud had al-muqawala. في بيئة تنافسية اي شونجون شنو شونجون نتكلم هنا على لو فيرب شونجي شنو شونجي يا شونجمون نتكلم عن تغير اذا هي غيره اذا نتكلم هنا عن شونجون انه متغير نتكلم هنا عن واحد البيئة دون زان يونيفير كونكورونسييل اذا نتكلم عن بيئة كما نقول تنافسية اي شونجون ومتغيرة طبعا نتكلم هنا عن كلمة مذكرة يونيفير ان يونيفير طبعا سنقول هنا شونجون ولا نقول شونجونت لان نتكلم عن كلمه مذكره اي شونجون ومتغير طبعا هذه الشركه موجوده في واحد البيئه تنافسيه يعني تتنافسوا مع ناس اخرين الا ما جمعتش راسها ناس اخرين غيبيعوا اكثر منها غيتواصلوا مع الزبناء اكثر منها وبالتالي السلع ديالها هي غتبقى عندها وبالتالي ما غتقدرش تخلص الناس ديالها ما غتقدرش تستمر وبالتالي تقدر تموت اذا هذه الشركه باش تحقق واحد المنافسه حتى هي تعيش من بينات دوك المتنافس الاخرين ثم انها توجد في هذه البيئه طبعا ماشي غير تنافسيه اي شونجون انها متغيره ديما خاصها ترقب هاد لي شونجمون فهمت ولا انها توجد ليها طبعا الشركه اللي تتكون تستجب بسرعه لهاد لي شونجمون هي اللي تستمر اما الشركه اللي تبقى ديما غاده على ديك الطريقه ديالها القديمه طبعا ما غتستمرش فهمت ولا اذا Et pour assurer sa survie et son développement dans un univers concurrentiel et changeant qui exige des adaptations et des innovations. Et donc, nous avons un BA, tenafousia, et changeant, ou mutagayra, qui exige, allati testelzim, des adaptations, Et là, le chers, il faut s'adapter. Et donc, yajib an yatawafaqa, chers, mettez-le ma'a, تغيرات نتكلم هنا عن هاد البيئة التنافسية ثم المتغيرة طبعا تقدر تغير في أي وقت بحال وقع في كوفيد 19 طبعا الشركات بزاف ما كانوش في بالهم بأن واحد الوقت ما غيبقاوش الناس يخرجوا ما غيبقاوش الناس يبيعوا إذا كيفاش غتستمر هاد الشركة هادي إذا ما كانش من قبل عندها واحد بريفيزيون واحد كما نقول تنبؤ عندها استباق لهاد الأحداث قبل ما توقع كيفاش يمكن لها تستمر فهمت ولا إذا نتكلم عن أن يونيفير كونكورونسييل إي شونجون إذا نتكلم عن بيئة تنافسية ومتغيرة كي إكزيج دي زادابتاسيون إي دي زينوفاسيون شنو إنوفاسيون دي زينوفاسيون لي زينوفاسيون كما نقول أنك تأتي بالجديد فهمت ولا لي زينوفاسيون كما نقول أنك تأتي دائما بالجديد ما تبقاش ديما غادي على العهد القديمة لونتربريز دوا ديسبوزي دون فيزيون استراتيجيك إذا المقاولة دوا ديسبوزي يجب ان تكون عندها الحمد لله دو ديسبوزي يجب ان تكون عندها طبعا عندنا هنا لو فيرب دوفوار
ثم عندنا لو فيرب ديسبوزي تمتلك وسائل تمتلك ادوات. اذا هنا عندنا لونتربريز وديسبوزي دون فيزيون. الشركه يجب ان تمتلك شنو؟ دون فيزيون رؤيه. شنو هي الرؤيه؟ استراتيجيك استراتيجيه ان تكون فيها طرق تكون فيها حلول. إلابوري دي استراتيجي ثم ان تهيئ استراتيجيات اون كونفورميتي. شنو هي اون كونفورميتي؟ يعني ان بالتوافق تكون متوافقه افيك سون اكتيفيتي اي سي ريسورس. ان تكون متوافقه مع نشاطها سون اكتيفيتي. طبعا الاكتيفيتي المقصود بها النشاط. نقول عن شخص بانه اكتيف في المؤنث المقصود بانه نشيط. اذا الاكتيفيتي المقصود بها النشاط. الشركه خاصها توجد استراتيجيات اون كونفورميتي ان تكون بالتوافق كما نقول هنا متوافقه افيك سون اكتيفيتي مع نشاطها اي سي ريسورس. ثم تكون متوافقه مع مدى مصادرها. منين تجيب لي ماتيير بروميير مثلا؟ منين تجيب هذوك المواد الاوليه المعطيات ديالها كل المعطيات ديالها مثلا؟ منين تجيب لي ماتيريو ديالها؟ منين تجيب لي ماشين الى غير ذلك. هاد الاستراتيجيه اللي غتعتمد على الشركه باش تكتسح واحد السوق خاصها تكون متوافقه اولا مع سون اكتيفيتي مع نشاطها. بحال دابا هي تخدم الزليج مثلا غادا تمون السوق بالزليج ديالها وهذاك الزليج ديالها خاصو يكون منافس لبقيه الزليج اللي كاين في السوق. اذا طبعا ما غاداش تنوض هي دير واحد الاستراتيجيه هي تبيع الزليج ودير واحد الاستراتيجيه ديالاش بيع مثلا السيارات ادوات الرياضيه مثلا. دير استراتيجيه شي مجال اخر. هذه استراتيجيه ديال مجال اخر لا علاقه له بالاكتيفيتي ديالها بالنشاط ديالها. ثم عندنا هاد الاستراتيجيه خاصها تكون متوافقه مع سي ريسورس. منين تجيب هاد السلعه ديالها؟ منين تجيب لي ماتيير بروميير المواد الاوليه المواد اللي تتصوب بها الزليج ديالها خاصها دير لي استراتيجيه. نبقى ناخذ من هنا رخيص ناخذ من هنا رخيص لا ناخذ من عند هذا رخيص. الحمد لله لحقاش لا خديتي لي ماتيير بروميير من واحد البلاصه رخيص. هذه من المسائل اللي تتلعب واحد الدور كبير في تحديد الاثمنه المنخفضه بجوده اعلى بجوده اعلى وبالتالي انت غتكتسح السوق اكيد. الا ما درتيش انت القضيه غتنوض شركه اخرى تدير الزليج مثلا غتجيب لي ماتيير بروميير من واحد الفورنيسور من واحد الممول ابا بري بثمن اقل. طبعا هذا غياثر على الاستراتيجيه ديالها. هذا غياثر على شنو؟ غياثر على البيع ديالها وبالتالي غتولي تبيع اكثر وانت غتولي تبيع اقل وبالتالي غتفوت. لا نيسيسيتي دو ليلابوراسيون دي استراتيجي بور لونتربريز. ضرورة إنشاء استراتيجية للشركة pour qu'il puisse faire face aux défis de son environnement. إذا حتى تستطيع أن تواجه تحديات بيئتها forte concurrence منافسة قوية progrès technique تطور تقني mondialisation عولمة changement climatique تغير مناخي problème d'énergie مشاكل الطاقة et pour assurer sa survie et son développement وحتى تؤمن حياتها كما نقول et son développement وتطورها dans un univers في واحد العالم او في واحد الكون كما عندنا هنا ولكن المقصود في واحد البيئه كونكورونسيال تنافسيه échangeant ومتغيره qui exige des adaptations et des innovations التي تستلزم توافقات و des innovations. L'entreprise doit disposer d'une vision stratégique. إذا طبعا حتى يكون هكذا المقاولة يجب أن تتوفر على رؤية استراتيجية إيلابوري دي استراتيجي أون كونفورميتي. ثم أن تنشئ أو أن تهيئ دي استراتيجي استراتيجيات أون كونفورميتي بالتوافق أفيك سون أكتيفيتي إي سي ريسورس. تكون متوافقة مع نشاطها ومع مصادرها ومع مصادرها مصادر خاصة المواد الأولية لأن هذا كما قلنا يؤثر على نشاط الشركة. طبعا كما بعد إن شاء الله نستكمل مع هذه الفقرات. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.